نرحب بكم مشاهدينا في لقائنا الأسبوعي، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز عناوين نشرتنا. الاحتفال بانتهاء أعمال الترميم للقبر المقدس. الملكة رانيا العبدالله تهنئ بعيد الأم. المطران ويليام الشوملي يترأس الاحتفال بعيد القديس يوسف. أهلا بكم. شهدت كنيسة القيامة الأربعاء الماضي احتفالاً مسكونياً بمناسبة انتهاء أعمال ترميم القبر المقدس بكنيسة القيامة في القدس بحضور غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفولوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، وغبطة البطريرك نورهان مانوغيان بطريرك الأرمن الأرثوذكس، والأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة بصفتهم رؤساء الكنائس الثلاث التي تشرف على كنيسة القيامة. وقد ألقيت في الاحتفال الذي شهده الممثل الشخصي لقداسة البابا فرانسيس الكاردينال ساندري ووزير الداخلية غالب الزعبي مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني والسيد حنة عميرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولفيف من الأساقفة والآباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية، إضافة إلى حشد من الشخصيات الدينية والرسمية. ألقيت العديد من الكلمات التي تجسد أهمية هذا الحدث التاريخي الذي يليق بعظم الإنجاز الذي ساهمت به أياد بيضاء من مختلف بلاد العالم. يشار أن عملية الترميم التي تمت للقبر المقدس واستمرت لمدة 9 أشهر متواصلة تعد الأضخم والأولى منذ نحو 200 عام، نفذها أكثر من 50 خبيرا بتكلفة إجمالية تزيد عن 3 ملايين دولار. إن للأم في حياة أبنائها وعائلتها دورا كبيرا ومميزا، فتقديرا لجزء من التضحيات التي تقدمها تقام في 21 من شهر آذار من كل عام العديد من الاحتفالات التي تنال فيها التكريم سواء بين أبنائها أو من قبل مؤسسات المجتمع. التفاصيل في التقرير التالي. يحتفل العالم في 21 من شهر آذار من كل عام بعيد الأم. هذه المناسبة التي تحمل في طياتها كل معاني الوفاء والحب والاعتراف بالجميل لأولئك الأمهات اللواتي قدمن من التضحيات ما لا يمكن أن يوفيهن حقهن أحد من الأبناء أو البنات. وبهذه المناسبة هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله الأمهات في الأردن والعالم، حيث نشرت جلالتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك فيديو تناول قصص العديد من الأمهات وعلاقتهن بأبنائهن. بقول لكل الأمهات كل سنة وإنتوا الأغلى، وكل سنة وعيونكم تلمع فخر بولادكم. الله ما يضيع لكم تعب وتشوفوا ولادكم منورين بيوتهم ومنورين الأردن، وكل سنة وإنتوا سالمين وكل اللي بتحبوهم حواليكم. وتقديراً لهذه المناسبة أقامت العديد من الجمعيات التطوعية والمؤسسات التربوية والمجموعات الكشفية الاحتفالات بعيد الأم، وقد كان لنورسات حضور في العديد منها. ففي مركز زاهى الثقافي رعت سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع احتفالا لتكريم الأمهات الرائدات في المجتمع وأمهات شهداء الوطن، حيث أوضحت مديرة المركز أن احتفال هذا العام هو رسالة محبة وتقدير لكل أم أردنية. بهذا اليوم منحب نحكي لكل إمهات الأردن كل عام وأنتم بخير. مركز زاهى الثقافي كالعادة في السنة العاشرة على التوالي بيحتفل بعيد الأم، وهاي السنة برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع حفظها الله. هذا اليوم نعتز أنه نكرم إمهات الشهداء وزوجات الشهداء في يوم عيد الأم. وأعربت الأمهات المكرمات عن فخرهن بانتمائهن للأردن والقيادة الهاشمية. وفي ختام الحفل الذي تخلله تقديم عروض ومقطوعات موسيقية وقصائد شعرية بحضور عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين، تم تكريم 22 من الأمهات بعدد من الهدايا المقدمة من مركز زها والقطاع الخاص. هاي التشاركية تأتي ضمن مسؤوليتنا المجتمعية أمام المجتمع، وخاصة هذه اللقاءات التي نتشرف فيها وهي لقاء من النوع الخاص
بتكريم الأمهات وتكريم أمهات الشهداء الذين نعتز فيهم جميعا. وفي كنيسة مار يوسف في جبل عمان رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن الاحتفال بعيد الأم وعيد شفيع كنيسة مار يوسف. وأكد سيادته خلال الاحتفال الذي حضره راعي الكنيسة الأب وسام منصور على أهمية الاعتناء بالأم لما لها من دور فاعل في بناء الأجيال على حب الخير ونشر السعادة بين الأبناء، داعيا الجميع إلى الاقتداء بصاحب المحبة السيد المسيح وزرع الأمل والابتسامة على شفاه المحتاجين والمحرومين. وبهذه المناسبة بدي أعايد الرعية بمناسبة عيد شفيعها، بطلب لكاهن الرعية الأب وسام وللراهبات كل أبناء الرعية كل البركات اللي بيحاجوا إلها، كما أعايد كل من يسمى باسم يوسف ويبدو أنهم كثار، وأيضا أعايد كل الأمهات في هذه الرعية وفي الأردن. كل عام وأمهاتنا بألف خير، الله يعطيهم الصحة ويكملوا رسالتهم. تباركنا بوجود المطران في القداس وأيضا شاركنا في الحفلة وقدم الهدايا للأمهات، كانت لفتة جدا جميلة لأمهاتنا اللي فرحوا فيها مع بساطة وتواضع الهدية، ولكن كان لها معنى كتير كبير من أبنائهم ومن سيادة المطران. فنأخذ هاي الفرصة من خلال فضائية النورسات إنه نعيد أبنائنا كمان اللي ما حضروا الاحتفال وما حضروا القداس، وأيضا نعيد جميع أمهاتنا وين ما كانوا، نتمنى لهم عيد سعيد والعمر الطويل بالصحة والعافية، وكل عام للجميع بألف خير. وبرعاية السيدة عفاف حمارنة أقامت مجموعة كشافة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق احتفالا بمناسبة عيد الأم، حضره عدد من المسؤولين الرسميين وجمع كبير من المدعوين. واشتمل الاحتفال الذي تخللته مقطوعات غنائية للمطرب توفيق الدلو على إفطار خصص ريعه للعائلات المحتاجة، كما ألقيت العديد من الكلمات التي تثمن دور الأم في حياة المجتمع والأبناء. وفي الختام رفع الأرشمندريت بسام شحاتيت صلاة للأمهات وعموم العائلات طالبا من الرب التوفيق للجميع. أيها الرب يسوع المسيح، نطلب منك أن تبارك جميع هذه العائلات، تبارك جميع الحاضرين، تحل روحك القدوس، تكون مع الأمهات في خدمتهم وحياتهم، آمين. وفي مكتب التعليم المسيحي في عمان التابع لمطرانية اللاتيني في الأردن أقيم احتفال لذات المناسبة حضره عدد كبير من المدعوين وأعضاء المكتب. واشتمل الاحتفال على صلاة ودعاء بأن يحفظ الله أمهاتنا ويعيننا على تكريمهن. وتضمن الاحتفال تقديم إفطار مصحوب بتراتيل دينية، كما بيّنت سكرتيرة الجمعية ريتا منصور أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع، شارحة بنفس الوقت دور المكتب في ترسيخ رسالة السيد المسيح وتعليم المفاهيم الدينية لشبيبة مكتب التعليم المسيحي. أول إشي بحب أشكر قناة نورسات اللي شرفتنا وصورت هذا الإيفنت اللي بنعمله إحنا أول مرة. مكتب التعليم المسيحي بيعمل فطور بمناسبة عيد الأم، نعمل نشاط اجتماعي مش روحي، فإحنا نشاطاتنا بتكون عادة روحية، بنعمل لقاءات روحية، مسابقات دينية للأولاد، يعني كل النشاطات اللي تتعلق بمعلمات الدين. بعيد جميع الأمهات بهاي المناسبة وبقول كل سنة هن سالمين، وإن شاء الله يقتدوا كليتهم بأمنا العذراء مريم اللي تحملت آلام سيدنا يسوع المسيح وهي صامتة، والأم بتصلي دائما حتى لو ما حكت بتصلي في قلبها وبتعطي نعمة وبركة لبيتها ومؤسستها اللي هي المنزل اللي بتربي فيه أولادها. أقامت لجنة التعليم المسيحي نشاط بمناسبة عيد الأم، وكان هذا النشاط كتير رائع وجميل لأنه زرع البسمة على وجوه العديد من الأمهات. وفي مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام وبحضور أمهات وأهالي أطفال الروضة افتتح معرض الفن التشكيلي الأول الذي تم إقامته بمناسبة عيد الأم، وهو من إعداد وتصميم أطفال الروضة. واشتمل المعرض على عشرات اللوحات التي تتضمن رسومات تم إعادة تدويرها ونالت إعجاب الحاضرين وأهالي الأطفال.
بعايد كل امهات العالم، وامهات اللي بالبلاد الحرب، بلاد السلم، بالاردن، وين ما كان بعايدهم، وبنقدم لهم باقة ورد بهذه المناسبة. وإن شاء الله منعيد على جميع الأمهات، لأنه هذا المعرض هو بمناسبة عيد الأم، وأبدعوا فيه الأطفال وانبسطوا الأهالي بأولادهم وأشغال أولادهم، ومنعيد على جميع الرهبات بالمدارس، وإن شاء الله كل سنة والجميع بألف خير. ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الاحتفالي بعيد القديس يوسف، وذلك في كنيسة مار يوسف للاتين في جبل عمان. عاونه فيه الأب وسام منصور راعي الكنيسة والأب زهير جيجي بحضور عدد من الأخوات الراهبات وجموع من أبناء الرعية، حيث تحدث المطران الشوملي في عظته عن صفات القديس يوسف في حياته وكيف نقتدي بها. لا تجدون كلمة واحدة نطق بها يوسف الإنجيل. يوسف مكتوب في الإنجيل لكن لم ينطق بكلمة واحدة، وكان هذا إشارة إلى أن يوسف كان يمتاز بفضيلة كبرى، فضيلة مطلوبة منا، وهي فضيلة الصمت، فضيلة عدم كشف السر، فضيلة الكتمان، أن لا نقول كل ما نعرف. مش مطلوب منا نحن كل النعم، خصوصا عندما نعرف أشياء سلبية لحق الآخرين. يوسف حفظ الأمانة، عرف أصل هذا الطفل، لكنه لم يذكر شيئا، لأن هذا سر الله، وسر الله يجب أن يبقى سرا محترما مصونا. رعى سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا حفل افتتاح مزار النبي إيليا في كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارا للروم الأرثوذكس في منطقة أبو نصير بعمان بحضور راعي الكنيسة الأب سيرافيم السلمان وعدد من الآباء الكهنة وجموع أبناء الرعية. واشتمل الحفل الذي شاركت به كشافة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية على إقامة قداس تلاه كلمة للأب باجس خوري نيابة عن المطران بنديكتوس، دعا فيها أن يصبح المزار بركة وحضورا لمار الياس في هذه المنطقة. كما ألقيت كلمات في الاحتفال أكد متحدثوها على قدم المسيحية في البلاد ودورهم في تقدم ونهضة الأوطان. بهذه المناسبة اجتمع كشافة كنيسة دخول السيد الهيكل الأرثوذكس بالصوفية ومع المتروبوليت مع الكهنة لكي يفتتحوا هذا المزار، وبالتالي حتى يصبح هذا بركة وحضور لمار الياس في هذه المنطقة. كانت فكرة المزار قائمة من زمان، تم تنفيذها خلال فترة بسيطة بجهود الشباب. طبعا تكرموا الشباب جوا اللي كانوا هم خلينا نحكي العنصر الأساسي في بناء هذا المكان. احنا كنا ندعم لوجستي من بعيد، طبعا ما شاء الله عليهم شبيبة قوية وقائدها شخص نشط جدا. طبعا الشغل مش زي اي شبيبة ممكن احنا ندفع فلوس وناس يجوا يعملونا، الشغل كان من اعضاء الشبيبة. قدرنا ننجز خلال اسبوعين مزار النبي إيليا. بنشكر سيدنا اجا وافتتحه، وبنشكر كاهن الرعية ورئيس الشبيبة السيد حسام الفار وكشافة المطرانية وأعضاء لجنة الكنيسة، وبنشكر كمان قناة نورسات اللي دائما أي نشاط إحنا بنعمله بتكون متواجدة معنا. أقامت سيدات كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بأم السماق خدمة العبادة الأحدية، حيث اجتمعت سيدات الكنيسة وسيدات الأخويات من كنائس أخرى في صلاة سنوية معتادة يخدمنا فيها طقوس الصلاة كاملة وحتى كلمة الوعظة. وبدوره قال راعي الكنيسة اللوثرية القس سامر عازر إن هذه الخدمة تتزامن مع الاحتفال بالأم الإنسان الأغلى في عيدها، وهي مناسبة تلامس وجدان الجميع. نؤكد في هذه الخدمة
أن المرأة هي إنسان وهي شريكة مع الرجل وهي قادرة على أن تخدم يسوع وعلى أن تخدم الكنيسة وعلى أن تخدم المجتمع. نحن نتأسف عندما ننظر من حولنا ونرى كم المرأة تعاني في الكثير من البلدان العربية، خصوصا في البلدان التي فيها نزاعات. حتى في الأردن نسبة مشاركة المرأة من القوى العاملة لا تتجاوز 13%، لكن عندنا نحقق إنجازات أكثر على صعيد المشاركة في البرلمان وعلى صعيد إلغاء المواد كمادة 308 التي تعتبر هي بحق المرأة غير سوية. في قانون الأحوال المدنية في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة قبل عامين قمنا بتطوير قانون الأحوال المدنية على أساس المساواة الجندرية، الرجل مثل المرأة والمرأة مثل الرجل. خدمة السيدات هاي هي خدمة سنوية تقام للمرة 19 على التوالي في كنيستنا، وهي خدمة خاصة بتأكد على دور المرأة في الكنيسة وفي المجتمع، وإنه عمل المجتمع والكنيسة بدون المرأة بيكون ناقص وغير كامل. خلاص المسيح كان على الأرض ليس لمجرد الفداء فقط، بل انتشل المرأة من الأشياء اللي كانت هي تعتبر فيها في العهد القديم أشياء منحطة، اعتبرها قدسها، رفع شأنها، رفع مكانتها. نحن كمان على دور وخطى المسيح المرأة تتبوأ مناصب كثيرة في المجتمع وأيضا لها دور في الكنيسة. عادة بشهر آذار نحتفل بثلاث أعياد، عيد المرأة العالمي وعيد الأم، وب 25 شهر في عيد بشهر سيدتنا مريم العذراء. وكل هاي المناسبات أجت بشهر 3 وإحنا كنيستنا عم تحتفل فيها كمان، فإن شاء الله تكون دائما موجودة ودائما نحتفل فيها. وكل عام وانتم بخير. هذه العدد 19 التوالي احنا بنقدم هاي الخدمة، بنبرز فيها أكثر دور الامرأة كأم وكسيدة، وانها تستطيع ان تقوم بعدة اعمال، من ضمنها نتشرف انه نكون نقيم القداس لهذا اليوم. وأؤمن بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة وشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة الأبدية، آمين. بمناسبة عيد الأم وبعد صلاة النوم التي ترأسها الأب إليكسيوس قاقيش، ألقى الأرشمندريت كريستوفوروس عطلة رئيس دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين محاضرة في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانا في مرج الحمام، ركز فيها على أهمية العلاقات الأسرية ودورها في بناء المجتمعات، داعيا إلى إقامة محبة حقيقية بين عموم الناس تبنى على المودة الصادقة وقبول كل منا للآخر كما علمنا المسيح على الصليب. كانت محاضرتنا عن العلاقات، كيف إنه المحبة لازم تكون محبتنا المسيحية لبعضنا البعض محبة حقيقية اللي فيها موت بذل للآخر حتى يعيش الآخر. لازم نحن كتير مرات نقبل الآخر زي ما هو ونقدر نتعايش معه ونعيش محبتنا معه بطريقة زي ما علمنا المسيح على الصليب. هاي هي المحبة اللي نحن بنتعلمها بمحبتنا للآخر، إنه نحب الآخر زي ما حبنا المسيح، ووقتها بيكون الآخر إله وجود إله كيان، وهيك بيكون حي في حياتنا في قلبنا، وبقدر نحن نشوفه كشخص مستقل مش امتداد لإلنا ولكن صورة لله حية في قلبنا وفي وجودنا. يا صانع السماء والأرض ورب العالمين، يا من قيدت البحر بكلمة أمرك، يا من قفلت الحجارة تحت اسمك المرغوب المجيد، يا من يعبد الكل ويرتع درج قدرته، يا من يغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس الخطايا واشفي أمراضنا، من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب. أحيا فريق ترانيم السماء أمسية بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بأم السماق بحضور راعي الكنيسة القس سامر عازر وجموع أبناء الرعية، حيث قدم الفريق مجموعة من الترانيم التي تفاعل معها الحاضرون. في عيون العابدين
احتفلت مديرية الأمن العام باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان حقوق الإنسان والتعايش السلمي بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه وعدد من المسؤولين المعنيين. وقال اللواء الفقيه في كلمته إن الأردن وبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة بات عنوانا للتسامح والتآلف والعيش المشترك. الإخوة والأخوات الحضور، ينص الدستور الأردني على أن الجميع أمام القانون سواء، ورجل الشرطة يخضع للمساءلة بموجب عدة قوانين، والشرطة يقع على عاتقها مسؤولية توفير الأمن والطمأنينة، ولا بد أن نتصف بأعلى درجات الاستقامة والنزاهة والعدالة والمساواة والتمتع بمفاهيم الأخلاق والقيم الفاضلة وترسيخ مبادئ الاحترافية والولاء للوطن والمواطن والمحافظة على المال العام. من جانبهم استعرض المتحدثون ما تبذله الحكومة من جهود في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام حق التعبير. مديرية الأمن العام اليوم كانت السباقة بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي جاء لهذا العام تحت شعار حقوق الإنسان والتعايش السلمي. الأردن قدم نماذج حقيقية في المنطقة نظرا لدوره المحوري ودوره الهام في المنطقة، وكون الأردن يستقبل كل يوم أفواج من إخواننا اللاجئين السوريين، الأردن نموذج حقيقي بقضايا التعايش السلمي والعيش الكريم اللائق نظرا لحكمة الإرادة السياسية في الدولة الأردنية. اليوم قدمنا نماذج وأعطينا أمثلة حول تلك المنجز المتقدم للدولة الأردنية في إطار حماية الإنسان وصون حقوقه، وأيضا انسجامها مع المعايير الفضلة للتعايش السلمي والعيش الكريم في الدولة الأردنية، سواء للمواطنين أو لمن يقيمون على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. في الأردن اليوم يمكن مسألة التعايش السلمي أحيانا كثيرة أصبح الحديث عنها، لكن دائما بيثبت الأردن أنه مسألة التعايش السلمي هي مسألة بالممارسة موجودة ومطبقة. هلأ في تحديات كثيرة متعلقة بالتعايش السلمي، يمكن جلالة الملك سيدنا الله يطول عمره في الورقة النقاشية السادسة أشار إلى كثير من القضايا قد تهدد التعايش السلمي، لأنه لما بنحكي بمسألة الحرية والكرامة والعدل والمساواة وسيادة القانون، وهي قضايا مهمة جدا، لأنه بالأردن بالتعايش السلمي بنتحدث عن مواطنة، لما بنتحدث عن مواطنة أكيد جوا هذا الحكي كلياته بنحكي عن ثقافة تسامح قبول الآخر، نتحدث عن عدم التمييز، لأنه الشخص إذا بده يحس بمواطنته وانتمائه بده يشعر أنه داخل بلده أنه منتمي لهذه الأرض ولهذا الوطن، بالتالي فإحنا بنحكي عن انتماء وبنحكي عن مواطنة، ولا نتحدث بأقليات ولا نتحدث بتمييز. مبادئ حقوق الإنسان أو التعايش السلمي وحقوق الإنسان هي كليهما مرجعيته مبادئ حقوق الإنسان التي تستند على العدالة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وعدم التهميش، فهذا كله حقيقة مطبق بالأردن في إطار الممارسة وفي إطار السياسات وفي إطار التشريعات، فبعتقد بأنها مناسبة كثير مهمة الاحتفال فيها، وربما ندعو نحن كرئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الاحتفال بهذه المناسبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني الأردني ومن قبل المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى. وصلنا إلى ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وفود رسمية ودينية تشارك باحتفال ترميم القبر المقدس. افتتاح مزار النبي إيليا في أبو نصير بعمان. حقوق الإنسان والتعايش السلمي عنوان محاضرة في الأمن العام. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.